ودي الفكرة، نفس الفكرة اللي موجودة في القرآن، إن الله افتدى ابن إبراهيم. وطبعا المفسرين في الإسلام اختلفوا على مين الذبيح، معظمهم قالوا إسحاق، واللي اختلفوا قالوا يا إما إسحاق يا إما إسماعيل. مش هي دي القضية بتاعتنا، لكن إحنا القضية بتاعتنا، إحنا الكتاب المقدس بيقول إسحاق بمنتهى الوضوح والصراحة، لكن القضية بتاعتنا الأساسية إن في بديل، إن الله استبدل الذبيح بكبش. بالضبط. فكده إسحاق مش هو اللي هيموت، لكن في حد تاني، في الخروف اللي هو هيموت. هاجي الفكرة هنا إبراهيم، يعني لأن الله كمان في القصة بتاعت إبراهيم عالج مجموعة من المفاهيم اللي كانت موجودة، حضرتك ذكرت منها اللي هو تقديم الذبيحة البشرية للناس، لأن ده كان فكر سائد. فهنا الله بيعلم إبراهيم مش بس الطاعة، لأن الله عارف إبراهيم مطيع، لكن الله بيعلم إبراهيم إن أنا مش الإله الذي أقبل ذبيحة بشرية، مش أنا الله اللي هقبل إنك تقدم ابنك. لا لا، فدي كان عايز يقول لإبراهيم أنت مختلف تماما وبتعبد إله مختلف، وخاصة إبراهيم جاي من خلفية بعيدة عن الله، خلفية وثنية، فبيقول له أنت مختلف وأنا إله مختلف، أنا مش إله باخد البشر بقتل البشر، أنا إله أحيي البشر. وبنشوف الفكرة دي، عشان كده إبراهيم كان فاكر أن الله هو كان واثق في الله، لأن كان إسحاق ابن الوعد. فعشان كده كتب رسالة عبرانيين بيفصل لنا الكلام ده، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم ابنه، عبرانيين 11، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة الأموات. يعني إبراهيم ما كانش رايح يعمل تمثيلية متفق عليها بينه وبين الله، لكن إبراهيم كان رايح يقدم الابن، وإنه الابن ده هيموت وهيتقدم محرقة، لكن حتى بعد ده الله يقيم إسحاق مرة تانية من الأموات. لكن الله كمان قال له لا يا إبراهيم، أنا مش بقبل ذبيحة بشرية، مش بقبل البكر. وبنشوف في سفر ميخا أصحاح 6 بيتكلم عن الحكاية دي، لما بيقول بما أتقدم إلى الرب وأنحاني لله العلي، وبيقول من ضمن الكلام هل أعطي ابني عن معصيتي، ثمرة جسدي عن خطية نفسي. فأنا بيتكلم هنا برضو عن فكرة أن الله لا يقبل الذبائح البشرية. إذن ده تأكيدا للفكرة اللي حضرتك بدأت لنا، الفكر المدخل الرائع اللي بدأت لنا بيه من الأول للقسيس، أن اللي بيقبل ذبائح بشرية هو الشيطان، فالله لا يقبل ذبيحة بشرية.